بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الحنان المنان الذي من على بني الإنسان فبعث إليهم رسوله نبيا أمية ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا متزين بالفحش، سدده لكل جميل، ثم وهب له كل خلق كريم، ثم جعل السكينة لباسه والبر شعاره والصدق والمعروف طبيعته والعدل سيرته والحق شريعته والهدى إمامه والإسلام ملته وأحمد اسمه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم وعلينا معهم بهم وبرحمتك يا رحيم يا رحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الكرام مع النور النبوي، وجهك الوضاح حجتنا صلى الله عليه وسلم، وجهك الوضاح حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج، إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج، فاز من كنت بغيته وسما في أرفع الدرج. في كل يوم لنا وقفة نستضيء فيها بنور نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت تقف في صلاتك وتقرأ التحيات ترى أمرا يظهر لك جليا، وهو أن الله عز وجل قد اختار عائلة من العوائل، أسرة من الأسر التي سلفت، فجعلها نموذجا لأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأمر الله أمة حبيبه المصطفى عليه الصلاة والسلام أن تصلي عليها على تلك العائلة وأن تبارك على تلك العائلة. ألا ترون، ألا تسمعون أننا نقول اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. عائلة النبي إبراهيم، أسرة خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلاة والسلام. ما هذه الأسرة النموذجية، ما هذه العائلة النموذجية التي أمرنا ربنا جل جلاله وأمر كل مسلم منا أن يصلي عليها وأن يبارك عليها. اللهم صل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها عائلة نموذجية، لأنها عائلة لك أن تتأسى بها. والقرآن الكريم قال لنا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. سيدنا إبراهيم أسوة لنا، الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجوم نهتدي بها، وعلامات وبالنجم هم يهتدون، أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده عليهم الصلاة والسلام. عائلة نموذجية كأنها رسالة الإسلام مع النبي إبراهيم. أنا أريد الله للبيت المسلم أن يكون كبيت إبراهيم عليه السلام. وربط القرآن الكريم هذه العائلة معنا بالصلاة، وربطا معنا بالحج، وتجد أن كثيرا من مناسك الحج مرتبطة ارتباطا وثيقا بنبي الله إبراهيم وعائلته، يعني حتى لا يمكن أن تنساهم. بالصلاة تذكرهم، بالحج إذا رحت تذكرهم. ليش؟ لأن القرآن يريدك، يريد لعائلتك أن تتأسى، أن ترتسم ملامحها بملامح أسرة النبي إبراهيم عليه السلام. انظر معي إلى هذه العائلة المتكاملة المحاسن. الأب سيدنا إبراهيم، أبرز ما تجلت في صفات سيدنا إبراهيم أنه مسلم لله إسلاما مطلقا، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. كيف أسلم لربه؟ شوف المثال العظيم. يجي سيدنا إبراهيم وربنا يأمر أن يبقي هاجر وإسماعيل الطفل الرضيع، أن يبقيهم في وصف في وادي غير، يعني وادي حتى ما ينشاف، يعني القوافل اللي تروح وتجي مهما تشوفه، وأصلا مكان ما طريق التجارة ولا طريق مكان. هو سيدنا إبراهيم يقول إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وتبقى هاجر ويبقى معاها إسماعيل. سيدنا إبراهيم ينطلق يرجع، هاجر تقول له وين، إلى من تتركنا؟ فيسكت سيدنا إبراهيم، تقول له إلى من تتركنا، لمن تاركنا بهاي المكان، مكان موحش مخيف. فيسكت سيدنا إبراهيم، ترجع تناديه تقول له يا إبراهيم الله أمرك بهذا؟ الله قال لك خليه يموني؟ فيقول نعم. فتقول إذن لن يضيعنا. شوف اليقين، أب كامل اليقين، أم كاملة اليقين، وتخرج يعطش النبي إسماعيل وهو الغلام الرضيع، وتخرج هاجر تركض إلى جبل الصفا وإلى جبل المروة، والصفا والمروة 750 متر،
وفي زماننا اليوم معبد مبلط مهيأ، أما في زمانه كان أحجار وكان المشي عليه صعب، وتنزل وتتذكر إسماعيل وتركض بين الميلين اللي الآن ميلين، كأن رسالة يا أيها الساعي بين الصفا والمروة، كيف أنت مع أمك؟ كيف أنت؟ هل قطعت رحمك أم وصلت؟ كيف أنت؟ رسالة لما أنت تسعى بين الصفا والمروة، أم عاد تسعى لولدها، هل أنت سعيت لأمك؟ هل سعيت لولدك؟ هل تتزوج بعد كم يوم يقول المرأة بعد ما تروحين بيت أهلك؟ ما هالجرأة؟ ما هالتحكم بأحكام الله؟ فالذي يسعى بين الصفا والمروة لابد أن يتذكر تلك الأم التي سعت ركضا وسعيا لماء لولدها، وترجع تنزل على ابنه ويظل بال عليه، وينزل سيدنا جبريل عليه السلام ويضرب بجناحه الأرض ينبع لها ماء زمزم، فتقول له زمزم يعني تجمع، فيقول لها سيدنا جبريل لا تخافي الضيعة، يعني لا تخافي ما يضيع، فإنها هنا البيت ويبني هذا البيت هذا الغلام وأبوه، ثم يقول لها فإن الله لا يضيع، إن الله لا يضيع أهله سبحانه وتعالى، وينبع ماء زمزم، كل ما تشرب الماء ماء زمزم تذكر أن هناك أسرة، أن هناك عائلة، كيف أنت مع ولدك وكيف أنت مع أمك؟ وهذه العائلة المتكاملة، يكبر هذا الغلام الصغير يصير عمره 6 إلى 7 سنوات في هذا الحدود، والله سبحانه وتعالى يبتلي إبراهيم بلاء عظيما، يأمره بأن يذبح ولده، ويجي سيدنا إبراهيم، شوف الانسجام، شوف التفاهم ما بين الأب والولد، 6 سنوات 7 سنوات سيدنا إبراهيم يقول له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه. لنقف عند سؤال بهذه بسرعة هكذا، هو سيدنا إبراهيم ليش سأل سيدنا إسماعيل؟ عليه سأله، يعني إذا سيدنا إسماعيل ما وافق سيدنا إبراهيم ما راح ينفذ؟ لا، لازم ينفذ لين أمر. يقول العلماء سأله ليشاركه الأجر، سأله للتشاور للتحاور ليكون على بينة بالعلم، الأمر ماضي ماضي، سيدنا إبراهيم رايح يعمل هذا الشيء رايح لين أمر رباني، لكن سأل الغلام حتى يشاركون بالأجر، حتى يشاركون بالرأي. شوفوا عقل الغلام، قال يا بني يا أبتي افعل ما تؤمر، شوف الكلام، شوف هذه العائلة، هو طفل ويجي سيدنا إبراهيم والله ينجيه ويعمل له يفديه بكبش كما هو معلوم، وكل ما تصير سنة لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، مو بس اللي راحوا لمكة، كل إنسان في الأرض لما يجي لازم يذبح الأضحية إذا وجبت عليه يضحي، تذكر هذا النبي، تذكر برك بأبيك وتذكر برك بأبنائك، وانظر إليهم وما تفعل كما فعل سيدنا إبراهيم، ويبنون البيت ويقعد سيدنا إبراهيم، سيدنا إسماعيل يساعده، والقرآن يذكر أن إسماعيل ساعده، مع العلم الشغل كله على إبراهيم، إسماعيل طفل، لكن القرآن يقول إذ يرفع إبراهيم والقواعد من البيت وإسماعيل، يذكر رب العالمين لأنه أنتج، لأنه قدم، لأنه ساهم، ويقعد سيدنا إبراهيم يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. شوف الكلام، شوف هاي العائلة المحترمة، نظرة إلى الطفل، نظرة الكبار، احترام ورأي ومساعدة وما بخس للحق، وعائلة تنشأ عائلة كاملة، هكذا هي عائلة سيدنا إبراهيم عليه السلام، أرادها الله لنا نموذجا وأسوة، ذكرنا بها في صلواتنا، وذكرنا فيها في حجنا، وذكرنا فيها في أضحياتنا، حتى دائما تكون دائم الوصال بهذه المعالم، بهذه العائلة المتكاملة المحاسن التي معالمها منطبقة منسجمة تمام الانسجام مع تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. النبي إبراهيم نبي كان عظيم الشأن، كان سيدنا إبراهيم عند الأمة المحمدية وسيبقى رمزا عظيما، نحب سيدنا إبراهيم لحب نبينا صلى الله عليه وسلم له أكثر من أكثر الأنبياء لسيدنا النبي ذكره، هو سيدنا إبراهيم حتى سمى ابنه صلى الله عليه وسلم بالنبي إبراهيم، الذي نريد أن نقوله اليوم يا كرام، أنشئ أسرتك على خطوات وعلى خطى أسرة النبي إبراهيم عليه السلام لتنعم بنعيم الدنيا والآخرة. ختاما نقول اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكتب بها السطور وتشرح بها الصدور وتيسر لنا بها جميع الأمور، وتجمعنا دائما بالنبي النور صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.